هلا التقينا مع مين بدنا نصور؟ طبعا مع يايا. هلا بس قلت تركني وراح كل طلع من البيت ما بتعجب بخبر. انا خايفه طبعا المرض كان ذابحني. إيمو ويارا وثقوا لقائهم بتركيا بستوريهات انستغرام وحمسوا الجمهور لعودة إيمو ليوتيوب بفيديو جديد مع يارا من بعد انقطاع طويل. يا جماعة هلا التقينا مع مين بدنا نصور؟ طبعا مع يايا. هلا جوجو يلعن بنما. طبعا السبرايز خربت مع يايا نصور على اليوتيوب. حصور لكم فيديو كتير حلو. اول فيديو يوتيوب لإيمو بعد غياب طويل. فيديو يا جماعة متحمس كتير. اول لاحظ الجمهور أن نور مار وصديقه المقرب ناهض عملوا انفولو لبعض على انستغرام لأسباب غامضة. واذا قلنا انفولو يعني خلاف، فهل معقول يكون خلاف بينهم؟ محمد ماري خطط للانضمام لأخوه نور مار بدبي بعد ايام. والله ايام دروعة دبي ما بعرف، عم استنى الفيزا تطلع لي والإقامة التركية تطلع لي لحتى ارحق نور، بس طلعوا لي هدول التنتين فانا بتشوفوني بدبي. النعيمي يطمئن متابعينه بستوري انستغرام من بعد ما اجرى عملية جراحية قبل يوم وعلق بي: الحمد لله انا بخير وبصحة وسلامة، شكرا على دعواتكم وكلامكم. أبو الروب شارك فيديو الأربع مليون المنتظر واللي نال إعجاب عدد كبير من الناس، وبرهنوا ذلك بتعليقاتهم الجميلة وتفاعلهم على الفيديو. أحمد النشيط احتفل بعيد ميلاده بدبي مع أصدقائه بمطعم الشيخ بوراك، وهي كانت بعض اللحظات من الحفل. قبل يومين شاركت نور ستارز ستوري صرحت فيه أنها مغادرة دبي، ولكن ما أعلنت عن المكان اللي راح تسافر لإله، وتابعت بها الستوريهات من هناك. فلوين تتوقعوا سافرت نور ستارز؟ من بعد عودتها للسويد رجعت شيرين بيوتي تتفاعل أكثر بستوريهات انستغرام، فمبارحة شاركت هالستوريهات من بعد ما تركوها أهلها لحالها بالبيت. الكل تركني وراح، الكل طلع من البيت، الكل أنا لحالي. وشوف شفان تعرف شو منعش شو بكره هالفراشة. كان حاب ما بتعجب بخوف. أنا خايفة أحساس كنت عاملة حالي لبنت الكول وحقعد لحالي وتابع المسلسل حط مبكي للبيت هيك وخايفة يروح شعال الضب صراحة. أسامة مروى ينشر فضيحة أنس بالمستشفى بعد التخدير من بعد ما حط تحدي لمتابعينه إذا وصلوا صورته لمئة ألف تعليق رح ينشر الفضيحة. فبعد ما نجحوا بالتحدي نشر أسامة عد تنازلي على انستغرام وكتب ريل فضايح أنس، ونشر هذا الريل. هذا الكلام خسة هذا أربعة هذا ثلاثة هذا اثنين ها وهاي بو خمسة أربعة واحد ما هو الوجع قوي نزل شغل ضده وعم يحاول يحارب أخوه هيك شغل صعبة ده هيك الوجع عم يجي بس فيك متقطع. وين هذا؟ شو الساعة؟ ما في ساعة. نارين رجعت من جديد تتفاعل أكثر من بعد المرض وبعد ما صارت أحسن وشاركت هالستوريهات. معكم نارين المنكوشة. طبعاً المرض كان ذابحني، الحمد لله ما طلع، كان معي قريب كتير قوي وصار لي نايمة أتوقع شي 19 ساعة. سو هلا صحيت من النوم، طلعت أفطر حتى أحاول رجع طاقتي رجع لكم صور لكم فيديو. إذا صورته على بكير في احتمال نزله اليوم، بس ما لحقت حينزل بكرة أكيد. وكمان كنت عم ألعب شي بالسيارة بس بدي أقول بتمنى لكم يوم حلو، إن شاء الله يا رب تنبسطوا بيومكم ويبعد عنكم كل الشر وكل المرض وكل الولاد الحرام. الله يبعد عنكم. باي.
مو فلوكس ايضا رجع للتفاعل على الاستوريهات من بعد غياب طويل وشارك هالاستوريهات. Good morning guys, so today's a beautiful day. Honestly, I don't look the best because I haven't had a haircut in a while. So, I'm here to get a haircut. Let's go.